بين يشوع وبين لما جه صمويل وشاول. مين من القضاة كان له 30 ولد و30 بنت؟ مين فكروا في الشغلة دي؟ حد عنده اقتراح في الموضوع ده؟ هو السؤال طبعا يمكن شوية صعب حبة، واسم الرجل صعب ما تفتكروش كويس. في القضاء، سفر القضاء اصحاح 12 عدد 8، كان بيجيب اسامي القضاء. واحد اسمه يفتاح، ده قاضي من قضاة بني اسرائيل، وجه بعديه قضى بعده لاسرائيل ابصان من بيت لحم. في واحد اسمه ابصان من بيت لحم، عمل قاضي يعني رئيس عليهم. وكان له 30 ابنا و30 ابنه، أرسلهن إلى الخارج، 30 بنت بعتهم للخارج، وأتى من الخارج ب30 بنت لبنيه. يبقى الرجل يعني عمل بالعدل. طيب كان في سؤال في العهد القديم، مكافأة الإجابة بتاعته 30 قميص. إيه السؤال ده؟ مكافأة الإجابة بتاعته كانت 30 قميص. خلاص بقى نسأل الويان هنا. سؤال اللي سأله شمشون للجماعة اللي كان رايح يتزوج منهم. طيب ايه السؤال؟ السؤال بتاعي ايه السؤال؟ قال لهم الفزورة اللي قالوها لهم ايه؟ من الآكل خرج أكل ومن الجافي خرجت حلاوة. تفضل. مين اللي ملك وكان سنه 30 سنة؟ أنا عاوز أجيب الحكاية دي لأن المسيح ابتدى في الخدمة بتاعته سن 30، فعاوزين نشوف مين على مثاله في العهد القديم ملك وكان سنه 30 سنة. داود النبي. اتفضل. داود النبي ملك وكان سنه 30 سنة. الأرقام بتاعة داود الحقيقة أرقام لطيفة في الناحية دي. داود ملك وسنه 30 سنة، ومدة الملك بتاعه 40 سنة، 40 برضو من الأعداد المقدسة. وأصبح بذلك إجمالي عمر داود كام؟ 70 سنة برضو من الأعداد المقدسة عندنا. عاوزين حاجتين في الإنجيل جاء فيهم عدد 30، حاجتين في الإنجيل جاء فيهم عدد 30 من العهد الجديد. في مرتين ذكر فيهم العدد 30. طب قول مثل الزارع أم 30 وسيدهم ويهوذا باع سيده ب30 من الفضة، وقالوا لما ابتدى يسوع يخدم كان سنه 30. تفضل. طيب نكتفي بالأسئلة دي عشان نقدر نسأل أولادنا حاجة في المواضيع التاني. تفضل. Who was created from the earth? Yeah, tell me. Adam, come on. Adam was created from the earth. As you like. Who was killed by a stone? Or a gravel, who was killed by a stone? Rifi. Said Stephen, he was killed by many stones, not one. And one killed by one stone. One gravel stone. أنا عاوز الأولاد اللي يعني معانا المفروض يعرفوها الأولاد الحكاية دي.
يا هبل نو لا لا نعم مين جولايس يا جوليات جبار تفضلي جوليات الجبار داود موته بحصايا او ب ثانك يو Who was healed by the earth dust? A man was healed by the dust of the earth. Jesus Christ healed him by this, in this way. Yeah. The blind man. بالضبط الرجل الأعمى المسيح عامل تراب وحطه على عينه. النهاردة أنتم ماشيين كويس في الإجابات. When was the earth created? In which day? The first, the second, the third, the fourth, sixth, In which day was the earth created? فيش حد من بنات معانا في الحكاية دي؟ طيب ريت ايه تاني؟ In the first day, مين يوافق على الفيرست داي؟ لا ما نوافقش على الفيرست داي. In which day was the earth created? امتى اتخلقت الارض؟ في اليوم لا انت ليه انت ما تضربش كده عنك في اليوم الثاني اتخلقت في اليوم الثاني second day where is the most sacred place on earth? Where is the most sacred place on the earth? في ناس ما بيجاوبوش بتوع مدرسة الأحد أقدس مكان على الأرض فين؟ أقدس مكان على الأرض طب رفقي بقى حاجة تالتة ها جيروزاليم تعال خد حاجة عم معقول أنت بتجاوب ما بتاخدش حاجة ثانك يو Where is the most sacred place in Jersey City? Yeah. Our church, yes. And the church of St. Mark. The two churches. Thank you. All the churches in Jersey City are sacred places. Where is the most sacred place in you? Where is the most sacred place in you? Your heart. That's okay. لأن ده اللي بيسكن فيه المسيح. فضل يا ابن تعالى خد واحدة تانية ومال. طب نرتل ترتيلة ربي اكذبني صفحة 227. Thank you. رب اكذبني وراك فأجري في الأسبوع الماضي بدأنا في مثل الزارع أو مثل البزار أو التربة الأرضية كنا قرينا من أصحاح 13 في إنجيل متى إن الزارع قد خرج ليزرع وفيما هو يزرع سقط بعض على الطريق فجاءت الطيور وأكلته وسقط آخر على أماكن محجرة فنبت حالا ولكن لما أشرقت الشمس احترق وسقط آخر على الشوك وطلع الشوك وخنقه وسقط آخر على أرض جيدة فأعطى ثمرا بعض 100 وآخر 60 وآخر 30 وتكلمنا في تأمل عن البزار نفسها عن الزارع والبزار والثمار وكان موضوعنا النهاردة نتكلم عن أنواع الأراضي بقى اللي ذكرها السيد المسيح في المثل بتاعه المسيح لو المجد قسم الأراضي اللي يعبر عن قلوب الناس اللي بتسمع كلمة ربنا شبهها بالتربة اللي بتدخل فيها البزار فقسم هذه النفوس أو القلوب بتاعت الناس إلى أربع أقسام قسم سماه أرض الطريق سقط بعض بزار أو كلمة ربنا جت على الطريق فجاءت الطيور وأكلتها ما استفادش منها الطريق هناك وبعض البزار وهو الرجل عمال يبدر وقعت على الأرض اللي فيها حجارة أرض محجرة طلع الزرع شوية
لكن الجذور بتاعته وهي ماشيه في الارض، جايه تمشي في الارض، لقيت في حجر وقفت عند النمو ما بقاش فيها غذاء، جت الشمس اشرقت عليها حرقتها. الارض الثالثه ارض يعني كبيره كويسه من الناحيه العامه، لكن تبين ان فيها بذور شوك مع البذور اللي اتحطت فيه، حاجتين جم مع بعض. فالارض الاولانيه دي المحجره كان فيها عيب خارجي، الطوب والحاجات دي حاجه مش من طبيعه الارض. الارض الثانيه كان فيها عيب داخلي، النويه البذار حطت كمان بذار الشوك، فلما طلع الزرع طلع معاه الشوك، الشوك عايز غذاء جامد، سحب كل الغذاء اللي رايح للبذره الكويسه فخنق البذره. عشان كده سمينا البذره الاولى البذره الاولانيه البذره المطروقه او اللي الناس بيدوسوا عليها، والبذره الثانيه البذره المحروقه اللي هي الشمس حرقتها، والبذره الثالثه البذره المخنوقه اللي طلع الشوك وخنقها، وسمينا البذره الرابعه اللي هي الارض الكويسه اللي قبلت الكلمه البذره المبروكه اللي نزلت على الارض وجابت ثمار 30 و60 و100. عاوزين نتأمل شوية على قد ما الوقت يسمح لنا في أول نوع من أنواع الأرض. أرض بيقول فيما هو يزرع سقط بعض على الطريق. في بعض الناس قلبهم جامد وناشف يتشابه مع الطريق اللي بيقول عنده الكتاب المقدس ده. الطريق ده أو أي طريق كان أصله أرض زي بقية الأراضي. الواحد لما بيروح مثلا في الأرياف يبص لقي الغيطان كلها أرض كويسة، ما بين الغيط والتاني في مدق كده بيفوت عليه، أرض تعود الناس إنهم يدوسوا عليها يبتدي يكون ناشف عن التانيين. الأرض الشارع العمومي أو الطريق العمومي تبص لها مش بس أرض الناس مشوا عليه والسيارات مشيت عليه، بل كمان الحكومة عادة تدك فيه وتحط فيه حجارة وتحط فيه أسفلت، بحيث في الآخر هذه الأرض لا تصلح ابدا الا للدوس والا لانه تمشي عليها العربات ويمشي عليها الناس. في ناس حياتهم بهذا الشكل، يختاروا انهم يكونوا ممر لكل شيء، ممر لكل كلمه رديه، ممر لكل فكره طايشه باطله، وتحاول هذه الامور او الشرور انها تدك في حياتهم بدل ما باستمرار يربوا في حياتهم النمو الروحي والتفتح لكلمه ربنا، وإن حياتهم تبقى تملي حياة مقدسة وطاهرة مفتوحة للهواء ووسائط النعمة. في ناس يسدوا قلبهم، كلمة ربنا ما تدخلش في قلبهم أبدا، ساعة ما تسمعوا كلمة ربنا إن سمعوها لا يمكن أبدا أن تدخل حياتهم. يأتي الشيطان زي ما قال السيد المسيح وينزع الكلمة، وبيعبر عن الشيطان إنه طيور السماء بتيجي وتخطف الكلمة أو البذرة فتصير بلا صبر. في ناس زي ما بقول لكم حياتهم اصبحت مداس لكل شر، مثلا يحبوا مجد الناس اكثر من مجد الله، يحبوا الناس يمشوا عليهم لكن ما يحبوش ان ربنا هو اللي يكون قائد حياتهم. يهمهم كلام الناس كتير جدا لكن لما يسمعوا كلمه ربنا ما تهمهمش او ما تدخلش في قلبهم. يقول لك الناس بيعملوا كذا والناس لازم اعمل زيهم، الناس متعودين على كذا لازم اتعود زيهم، احنا في امريكا يبقى لازم نعمل زي الناس الامريكان. بيدوسوا عليهم الناس بافكارهم وارائهم وعاداتهم، اما كلمه الله كلمه الله، اما العوائد اللي ربنا عايزها تكون موجوده فينا لا يقبلوها في حياتهم، يصبح قلبهم قلب قاسي. وهؤلاء الناس تسير حياتهم بالضغط العالمي، كل شويه العالم يضغط عليهم. لما تحصل لهم متاعب في حاجه بيسموها في الطب سكار، سكار ده يعني واحد تحصل له من كتر ما حاجه عنده تبقى عيانه، تبقى عنده زي وشم او حاجه ناشفه في جلده، حته جلد ميته في حياته، وبيوصل السكار ده حتى للقلب لما يكون القلب غير متجاوب او بتحصل فيه جلطه معينه تبقى في حته سكار، يعني حتى ميتة موجودة في هذا المكان من كثر ما إن هذا المكان تجاوب مع المرض وتجاوب مع الأمور اللي ما يجبش إن كائن حي يتجاوب معه. فالناس دول اللي قلبهم قاسي واللي ما يحبوش كلام ربنا أو ما يحبوش يتجاوبوا معه، تبص تلاقوهم ما يحبوش الارتباط بالكنيسة،
تيجي تقول لواحد تعالى كنيسة يقول لك يا عم بلاش السيرة دي، نروح حتة تانية، ما يقبلوهاش. في تنافر بينهم وبين ناحية الكنيسة، لأن قلبهم خلاص جبن عن إن هو يتقبل كلمة الله. تقول له أعرف الإنجيل، يقول لك لا ما. أنا أعرف في مجلات، أعرف أي حاجة جرايد أو حاجة، لكن نفسي مش مفتوحة لقراية الإنجيل. قلبه ابتدى يتصلب، بدل ما القلب اللي خلقه ربنا يفرح بالإنجيل ويفرح بالكنيسة ويفرح ببيت الله، ابتدى القلب يتصلب عن كل هذه الأمور. حتى لو حصل لهم جمل الكنيسة ما يجوش للعبادة، يجوا للفرجة مثلا، خلاص القلب تصلب، يجوا عشان يبصوا للناس التانيين ويزهقوا أوام ويطلعوا من الكنيسة بدل، لأنهم ما يتحملوش أنهم يكونوا في هذا الوسط المملوء من كلمة الله. ناس مثلا وأنا شفتهم في كنائس مختلفة، تبص لها في ناس ما لهمش دعوة بالتقوى ولا بالكنيسة ولا بتاع، يبعثوا تلغرافات للبابا عاوزين الكنيسة في البلد بتاعتنا. يوم واحد من الناس يقول يا سلام، شوف التقوى، شوف الناس عندهم تقوى ازاي، عاوزين كنيسة في البلد بتاعتهم. لكن تعال ابحث من الداخل، لكن سبب طلبهم كنيسة مش ان قلبهم تقي ولا ان حياتهم ماشية مع المسيح ولا انهم عاوزين يتعبدوا، لا، ده لان البلد اللي جابيهم عملوا لها كنيسة، فشمعنا البلد دي ما تعملش فيها كنيسة من ناحية دي بس، من ناحية المظهر الخارجي. شمعنا الجماعة مثلا بتوع فلوريدا مثلا عملوا لهم كنيسة، لكن الجماعة اللي في كانساس سيتي مثلا، بس من هذه الناحية، لكن ليس من ناحية ان الناس دول متعبدين ولا يعرفوا ربنا ولا حياة الله مغروسة في قلبهم. احيانا تلاقيهم عندهم الانجيل، انجيل مذهب وكويس كل حاجة، لكن موجود الانجيل مش لتعليمهم، موجود الانجيل مذهب بالطريقة دي، لانه لما زاروا جارهم ده هو لقوا عنده انجيل لطيف في اوضه الجلوس، فقال له لا اشمعنى ده يكون عنده انجيل وانا ما يكونش عندي انجيل انا كمان. موضوع اخر خالص ملوش دعوه لا بالتقوى ولوش دعوه بكلمه ربنا ولوش دعوه بعمل الله في النفس. تبص لاقيه بيحطوا صليب، مش بتلاقوها كتير قوي في الشارع دي، وتلاقوها كتير خالص في الممثلين والممثلات، يحطوا صليب على صدرهم. يوم الواحد الساذج مننا يقول يا سلام، شوف يفوت الصليب على قلبه، حاطط الصليب ومعلقه في صدره، لكن ده ابعد ما يكون عن النعمه. حاطط دي لانه بيظن ان هذه الاشاره بتاعه يعني حاجه يزينوا بها الناس، موضه جديده ماشيه في البلد، الواحد يحط علامه زائد. زي لما انا ساعات بمشي في الشارع ويبصوا للصليب اللي انا لابسه، في واحد يقول لي هو انت يهودي؟ يا عم ده صليب اهو، وانت عاوز اكتر من ايه؟ واحد شايل صليب على صدره، لا ما يعرفوش، يفتكروا ان الصليب ده علامه بتاعه منظر خارجي هو او اي ديكوريشن الواحد حطه على صدره بتاعه. في ناس ما يحطوش الصليب على صدرهم محبه في الصليب ولا تبرك بالصليب، يحطوا الصليب على صدرهم لانه فلان حاطط الصليب على صدره، وفلان الممثل بنشوفه في السينما مش عارف حاطط ازاي، يوم يعمل الناس اللي هم أناس الطريق، الناس اللي كلمة ربنا لما تنزل فيهم ما تلاقيش حتة تدخل فيها، لا في ناحية تواضع ولا في ناحية خضوع ولا في ناحية طاعة ولا في ناحية إنسانية حتى، لأن من جهة الإنسانية أو الذوق أن الواحد يعبد من خلقه، الله خلقنا وجبلنا وفدانا وله فضل علينا، من جهة حتى الذوق العام أن الواحد يعبده ويرفع قلبه إليه. الناس دول خلاص القلب بتاعهم أصبح قلب مطروق بالخطايا والشرور، وكلمة ربنا لما تنزل فيهم تخطفها الطيور اللي هي أعوان الشيطان، الأفكار الطائفة تخطفها والتصورات الردية والعيشة البطالة. فالناس دول كل حياتهم أن الناس يدوس عليهم، أن المجتمع هو اللي يدوس عليهم، أن العادات هي اللي يدوس عليهم، وبالتالي بيتلقوا كل الحاجات الردية. تملي الواحد في الطريق بيرمي الحاجات الوحشة، ولو أنه دلوقتي بيحطوا غرابة اللي يرمي في الطريق، لكن هو الطريق كده، طريق حاجة تتريب عليها الحاجات. أيضا تضغط عليه الشهوات والعلميات، ومتاح لكل حاجة الطريق ده، متاح للإنسان، متاح للعربيات، متاح للحيوانات، متاح لأي حاجة. هذا الصنف من الناس كلمة الله لا تستطيع أبدا أنها تجعل فيه بزار وتدخل إلى قلب. وعشان كده المسيح قال انه البذرة ما نفعتش في هذا المكان، اصبح مكان قيمته صفر من جهة البذرة. وبعدين المسيح ادانا فكرة تانية عن الارض، نوع اخر ما هيش طريق،
ما هيش طريقة رفض الكلمة خالص، لا، في أراضي أو في ناس بيقبلوا الكلمة، زي برضو في الكنيسة بيحصل معنا حاجة زي كده، بيقبلوا الكلمة، لكن البعد من بره يغر الواحد، يقول ده ناس طيبين كويسين يسمعوا كلام ربنا ويتصعب ويقول يا سلام ودوس اسمك يا رب، ويقولوا كلام حلو كده، الواحد لما يسمعوا يقول الجماعة دول ايه دول، في عندهم روح التقوى، لكن قلبهم مليان حجارة حاجات تانية. الأرض تراب، الأرض طبيعية تراب، لكن الحجارة حاجات خارجية من الأرض، الصخور. ففي أراضي مخبية صخور جواها، في الخبية الصخور اللي جواها دي في صخور مختلفة بتبقى مختبئة في قلب الإنسان، تخسر نمو كلمة ربنا، تخسر نمو كلمة ربنا. يبقى الواحد قاعد في الكنيسة وسمع وعظة تقوده إلى التوبة وإلى الاتكال على الله، كأنه هو اللي بيدبر حياتنا من كل ناحية، لكن الكلمة كل ما تمشي شوية في حياة الإنسان وتنتظر أن الكلمة دي تجيب ثمرة، وأن الإنسان ده حياته الخارجية تبقى حلوة ويكون قدوة، تبص تلاقي البذرة وهي ماشية تقابل بحجارة في القلب. ياما في حجارة، في ناس بيحضروا الكنيسة و حياتهم العامة حياة تدل على أنه ممكن البذرة تطلع، لكن في حاجات جوانية، في حاجات جوانية خارجة عن طبيعة الأرض، إنما مخسرة الحياة بتاعتهم. في حجر عدم الصبر والاحتمال، في ناس عندهم الحجر ده في حياتهم ما يصبروش، عاوزين كل حاجة ياخدوها بسرعة، عاوزين لما يروح للمسيح يوكلهم، لكن ما يقولهمش استنوا احضروا الوعظة مثلا ولا احضروا الكلام، عاوزين أي ما يكونوا في مكان يستفيدوا منه، ما عندهمش صبر أنهم يصلوا إلى النهاية الأخيرة. في ناس إذا حصل عندهم ضيق أو هجوم من الشيطان على كلمة ربنا، تتبص على طول تلاقي هذا الضيق الحجر اللي جاء في حياتهم ده هو يعطل نمو الكلمة ويرتدوا إلى الوراء سريعا. وده يمكن كان إحدى الحاجات اللي خلت المسيحية عندنا في مصر صفيت على الكم مليون الموجودين دلوقتي. زي ما قلت لكم مرة، احنا سمعنا في التاريخ او قرينا في التاريخ ان في عصر من العصور، اظن عصر دخول العرب لمصر في القرن السابع، كان في احصائية عن عدد المسيحيين انهم كانوا في مصر 30 مليون. 30 مليون لو 30 مليون دول قعدوا لغاية دلوقتي من القرن السابع لغاية دلوقتي، كانوا بقوا كام دلوقتي؟ ولا قد الصين يمكن، ولا قد الهند. لكن ال 30 مليون دول كان تقريبا كلهم مسيحيين، لان الديانه الوثنيه كانت محيت خالص من مصر. فاللي حصل ان ال 30 مليون دول عدد كبير، لكن القلوب مختلفه. فلما جم الجماعه العرب وقالوا لهم ايه، الاسلام او الجزيه او الفد مش عارف ايه او القتل، ابتدت القلوب تبان. في ناس قلبهم مليان بعدم الاحتمال، قال يا خبر ابيض، انا اموت ليه؟ فتصرفوا تصرفات مختلفة. كثير من الناس اللي كانوا موجودين في مصر هربوا، هربوا إلى بلاد أخرى، اللي راح للنوبة واللي راح للسودان واللي راح لناحية البلاد الغربية واللي راح لبلاد أخرى هاجر فيها. وناس كثيرة اللي فضلوا النضاف، اللي قالوا لهم نموتكم ولا تسيبوا المسيحية، قالوا لهم نموت وما نسيبش المسيحية. وكانت النتيجة ان احنا وصلنا الى هذا الجيل. بس احنا نتمنى ان نكون اولاد شجعان لاباء شجعان. في كمان خوف مماثل له اسمه خوف الحجر الخوف، في حجر برضه بيعطل الكلمة انها تمشي، حجر الخوف، ان الانسان يخاف زي ما قلنا دلوقتي من الاضطهادات، يخاف من الزمن هيجيب له، يخاف انه مش راضين يشغلوه، يبتدي الانسان ان هو يتراجع في حياته. يبقى كلمة ربنا موجودة في قلبه، وأول ما يجيله اختبار من هذه الاختبارات على طول يسقط في اختباره، يضيع تأثير الكلمة، تموت الكلمة في حياته. عبر عنه الكتاب بأنها تحرق الكلمة، البذرة دخلت في قلب الإنسان وطلعت شوية، أم الحجر وقف في سكتها، أم الشمس التجارب راحت على طول حرقها. إنسان حياته تحرق بسرعة من أي تجربة خارجية. وفي حجر تاني في قلوب الناس، بعض الناس حجر الكبرية، حجر الكبرية، في ناس لقلبهم متكبر متعجرف، ما يخضعوش، يحبوا تملي،
الناس يكرموهم، الناس يعلوهم، يحبوا المتكئ الأول، يحبوا تملي، ياخدوا كرامة عند الناس. هذه الكبرياء أسقطت كثير، إذا كانت أسقطت إبليس نفسه بعد ما كان رئيس ملائكة. هذه الكبرياء حجر كبير جدا في قلب الناس، عندما يدخل في حياتهم بيضيع تأثير الكلمة. يجي المسيح يقول له سامحوا أعداءكم، هو يقول أنا سامح عدوي؟ لا يمكن أبدا، أنا عدو ده بقعد أموت ولكن ما سامحوش أبدا. طب وإيه الفايدة؟ ما كبرياء قلبك دي هتجيب لك التعب. يجي السيد المسيح يقول لك من لطمك على خدك الأيمن حول له الآخر أيضا، يعني خليك متسامح كده، ما تخليش الشر تجاوبه بشر على طول. يوم واحد عنده كبرياء يقول له إزاي بقى، هي دي ديانة؟ دي ديانة تخلي الناس يشمتوا فينا؟ في نوع من الكبرياء موجود في القلب، حجر كلمة ربنا لا تنمو مع هذا الحجر. يقبل آيات معينة ويرفض آيات تانية. المتكبر ده يحب يفضط في الإنجيل، يلاقي آية بتقول لكم أنتم الذين تؤمنون الكرامة، يقول لك أيوة نمسك في الآية دي بقى، مكتوب في بطرس، رسالة بطرس الأولى، لكم أنتم الذين تؤمنون الكرامة. تقول له طيب، ثم بولس الرسول بيقول له صرنا كأقذار العالم وسط كل فيه. يقول لا لا لا، سيبك من الآية دي، احنا ناخد الآية الأولانية ما ناخدش الآية التانية. وناس كبرياء قلبهم مش تمام. أتذكر مرة كان في مؤتمر للمجلس الكنائسي العالمي في نيروبي في كينيا، وكنت موجود أنا في المؤتمر من ضمن وفد الكنيسة القبطية. وبعدين كنا مقسومين جماعات ندرس مواضيع مختلفة مع البروتستانت ومع الأرثوذكس اليونانيين، مع كل جماعة كانت حوالي 15 من 15 و20 واحد منقيينهم من طوائف مختلفة. أنا عن الكنيسة الأرثوذكسية في مصر، ده عن الكنيسة الأرثوذكسية في اليونان، ده عن الكنيسة البلبوسية، ده عن الإنجيلية، وهكذا. فكان موضوع المناقشة اللي هو الموضوع اللي موجود اليومين دول عن دور المرأة في الكنيسة. دور المرأة ليه المرأة ما تبقاش قسيس ويصح تبقى مطران بعد كده. أنا كنت لابس ملابس كهنوتية، هناك ما يلبسوش الحاجات دي معظم، وحتى اليونان ابتدوا يسيبوا الحاجات دي، فكان باين عليا إن أنا أسيس، يعني ما فيش خلاف في الموضوع. فسألتني كانت رئيسة المنطقة دي، اللجنة دي كانت واحدة من الطائفة الإنجليزية، فبتقول لي إحنا عاوزين نعرف فازر أنطونيوس يقول لنا إيه عن الموضوع ده، أنتوا إيه اعتقاد كنيستكم عن إن المرأة تكون يصح إنها تدخل في الكهنوت؟ قلت لها انا اعتقد ده هو اعتقاد كتاب مقدس، نقرا الانجيل نشوف بيقول ايه. قالت بيقول ايه؟ قلت لها بولس الرسول بيقول عن المراه انها لا تتكلم في الكنيسه، وان اعتقد لها هذه الايات. الجواب اللي بتقوله، بتقول يا سلام لو ما كانش بس بولس الرسول قال الايه دي كانت الموضوع بقى سهل قوي علينا. طب انت تخضع لبولس الرسول ولا تخضع لشهوات قلبك انت؟ الكتاب المقدس بيقول كذا، فاحنا نقول نخضع لكتاب مقدس ولا نقول لا ملوش حق كتاب مقدس يقول الايه دي؟ ولكبرياء القلب في بعض الاحيان ابتدوا يحرفوا الكتاب المقدس نفسه. في دلوقتي طبعات في الكتاب المقدس خصوصا بتوع شهود يهوه والجماعه دول مغيرين كتير في الايات. لو واحد لازم تاخدوا بالكم من الناحيه دي في الطبعات الجديده في الكتاب المقدس، بص لا في ايات ابتدوا يخبوها. الايمان والاعمال مثلا أصوص الآيات دي، ده جم وقت من الوقت قالوا رسالة يعقوب دي رسالة غلط، لأنه بتتكلم عن الإيمان والأعمال، المفروض تتكلم عن الإيمان بس. وكنت مرة بتكلم مع إحدى الخادمات عن إنه من ضمن الحاجات اللي بنظبط بيها الإنجيل الصح من الغلط، الآية اللي في إنجيل معلمنا متى الأصحاح 17 اللي بعد التجلي عن ان المسيح اخرج شيطان من ولد، فالتلاميذ بيسالوا بيقولوا له احنا ليه ما قدرناش نخرج هذا الشيطان؟ قال لهم هذا الجنس لا يخرج الا بالصلاه والصوم. الجماعه البروتستانت دول ما يحبوش الصوم، بيعملوا ايه في الايه دي؟ شالوها. صح شالوها فعلا. في اناجيل لا تجد فيها هذه الايه، اناجيل انجليزي، وتجدوا بعض الناس اللي يكون ضميرهم مقلبهم شويه يكتبوا في الحته دي علامه كده ويقول لك بص للهامش اللي تحت، وتبص في الهامش اللي تحت يقول لك في بعض الاناجيل قالت كذا كذا الصلاه والصوم، وفي اناجيل عندهم تانية مكتوبه هذا الجنس لا يخرج بشيء الا بالصلاه،
صلاه بس، وبعدين حطوا جنبها اشاره، حطوا تحت بعض القراءات قالت والصوم. الضمير بتاعك لما يدخل في كتاب المقدس، الايه اللي تعجبه يحطها على كيفه، والايه اللي ما تعجبوش ما يحطهاش. في شهود يهوى مثلا في ايه واضحه جدا في الانجيل بيقول لك عظيم هو سر التقوى، الله ظهر في الجسد، يعني المسيح الله ظهر في الجسد، مش عاوز بيان اكتر من كده. يوم لما يجي يترجموها يحطوا لها يعني حاجه صغيره عشان تناسب نفسيتهم، مش تناسب كلام الكتاب المقدس، يقول لك عظيم هو سر التقوى إلها ظهر في الجسد، مش الله. وبعدين تقول له طب ما بيقول لك إله، يقول لك لا ما كلنا آلهة، مكتوب كده في الإنجيل كلنا آلهة، ويروح مغير الموضوع كله وجبنا من ناحية تانية. كبرياء القلب، كبرياء القلب تجعلهم لا يخضعوا للإنجيل، عاوزين الإنجيل هو اللي يخضع ليهم. وساعات كثيرة جدا لما يتناقش يقول لك يصح كان بولس الرسول غلطان. مرة واحد كان بيناقش لي اسقفي برضه في المؤتمر بتاع كينيا ده، فبقول له ده بولس الرسول بيقول كذا عن الصوم، بيقول كذا عن كذا، قال لي لا يصح يكون بولس غلطان، ليه ما يكونش انا رايي اللي صح؟ يا عم ده كتاب مقدس، هو ده كتاب بولس، ده كتاب مقدس جاي بوحي من الله. فعندهم النواحي دي سهله جدا الواحد يضحي بالانجيل لكن ما يضحيش برايه الخاص. كبرياء القلب حجر بيخلي الكلمه لا تنمو في القلب. هناك حجر القساوه والخشونه والرفض والتمسك بقساوة القلب، الإنسان يكون قاسي في حياته ما يقبلش كلمة الله. في حجر تاني شائعة قوي عندنا احنا اسمه حجر العادات غير المدروسة. حجر العادات في ناس عندهم حجارة كده في قلبهم، هم ما بيحسبوهاش حجارة، لكن أنا هديكم شوية أمثلة. في ناس ما يفهموش المواضيع على أصلها لكن يفهموا القشور بتاعتها. تيجي الواحد مثلا يقول لك انت رايح الكنيسه ليه، تقول له انت رايح الكنيسه ليه، يقول لك انا رايح الكنيسه عشان ابونا يخلع عليا التونية عشان انا مخضوض. لا مش رايح تصلي، لا انا مش رايح اصلي. لا مش رايح تقرا ان تسمع كلام الانجيل وتسمع الوعظ، لا ما رايح تعمل ايه، عشان ابونا يخلع عليا التونية. في حجر عنده في حياته انه ما دام ابونا دخل عليه التونية اللي بيصلي عليها يبقى حينال حاجه اللي هو عايزها، وما يهموش الصلاة والحاجات دي كلها. عادات أصلها كان كويس، أصل العادة دي كان كويس إن الناس يشعر إن التونية اللي كان أبونا بيصلي بيها وقدامه الجسد المقدس فيها بركة، بحيث ممكن يخدم بركة التونية زي ما السيدة الناس في الدم خدت من ثياب المسيح، فيها أصلها كويس. لكن في ناس بينسوا القصة كلها ويمسكوا بس في ما دام أبونا حط التونية عليه ويبقى كويس. على هذا المثل الناس اللي يقول لك اديني من طفي الشوريا، الستات انا عاوز اكلم الستات في الحاجات دي كتير، يا ابونا ابن مخدود عاوزين تطفي الشوريا وتديله من المايه بتاع طفي الشوريا. هي ده بس الواحد لما يكون مخدود طفيه الشوريا بس هي اللي مفيش صلاه مثلا، مفيش في دهن بالزيت، لا طفيه الشوريا وتروح لابونا، ابونا ما عملهاش الشغله دي، يبقى ابونا ده راجل متعجل وراجل جايب لنا كلام جديد، ما ابونا اللي فات كان بيعمل لنا. طب يا ستي بس انا عاوزك تفهمه، ابونا في كل وقت يحب الخير لشعبه، مفيش شك في كده، لكن كلهم يفكروا بس ان طفيه الشوريه هي فيها كل حاجه، لكن الصلاه والكتاب المقدس والكنيسه والتناول ما فيهاش كل حاجه، دي عيب كبير لا يجب ان الانسان يتمسك بيه. ناس يجوا خصوصا في مصر العادات دي، مصر واحدة ستة أو واحد راجل يجي ويدخل الكنيسة ويفوت على كل ستاير الكنيسة وياخدها ويملس عليها ويحطها على وشه وكل حاجة ويقعد يتكلم على اللي جنبه. الله طب مال يا عم اللي عامله ده كله ايه؟ ده انا كنت بحسبك راجل طيب عمال تسلم على القديسين وسلم. هو خدها عادة، عادة انه لما يدخل الكنيسة زي ما بيمشي ويدخل من الباب لازم برضه يحط ايده على الستاير والحاجات دي. لها اصل حلو طبعا، أنا لا أجادل في أصلها، أصلها الأصلي إن الواحد عاوز يتبارك من كل حاجة في الكنيسة، لكن ما دام عاوز يتبارك من كل حاجة في الكنيسة، اقعد محترم للكنيسة، ورينا تأثير ده في حياتك الداخلية. في ناس ما عندهمش هذا الموضوع. في ناس عشان ودي برضو عاوز الستات ياخدوا بالهم منها، لما أبونا يصلي في القداس تبص في ستات يعلى صوتهم على صوت أبونا في القداس. أبونا يقول الله العظيم الأبدي، ودي برضو تقول يا الله العظيم الأبدي، يا ستي خلي الرجل يصلي.
ما تخليك في حالك انت ما هو حافظ الكلام ده، لا لازم توري ان هي حافظاه وحساها عالي. طيب وليه؟ كويس طبعا ان احنا حافظين القداس، لكن في احترام برضو للصلاه، في حاجه اسمها خشوع في الصلاه، في حاجه اسمها الواحد بيصلي بقلبه، في حاجه اسمها نظام في الصلاه. في ناس يتمسكوا بالعادات دي تبقى حجارة تمنع نمو الكلمة، تبص لحياتهم الخاصة كمان ما هياش مسيحية قوي، بحيث تبرر انهم حسهم يعلى على حس الكاهن. قلت لكم انا مرة يمكن عن الموضوع، عن يوم اظن كان مش عارف كان عيد الغطاس او كنت سامع في عيد الغطاس، كان يوم فيه غسل الارجل اظن عيد الرسل، وبعدين الناس جايبين مية وحطينها، وفي مية كنا بندهن بها الشعب وحطينا المية في الهيكل. بعد ما خلصت كان في شوية معدن في الهيكل، في واحدة ست جت بتقول عاوزين شوية مية، قلت لها يا بنتي ما الإزازة بتاعتك حطينا لها مية يبقى فيها بركة. ما عجبهاش الكلام، كلام ما يعجبش الحكاية، ولقت المية موجودة جنبنا في الهيكل حاطينها في الركنة بتاع الهيكل. سهتنا انا وابونا وراحت واخد كوبايه ميه وطلعت تجري، وانبسطت جدا انها عملت هذه العمل. طبعا كلمتها في الموضوع ده تاني ما سبتش الموضوع ده، لكن في ناس عندهم العاده يقول لك لا انا لازم اخد الميه دي، ابونا رضي مرضيش زي بعض. ليه؟ ما عندهمش افراز روحي بان الميه دي مش غايه، الناس يطلعوا يجروا عشان يتقاتلوا عليها، دي وسيله عشان ياخدوا منها بركه، فبدل ما تاخد بركه سرقت ميه الهيكل وتنتها ماشيه. في ناس عندهم هذه العادات، في ناس ده، في ناس بيعملوا حاجات صعبه. او معلش انا مش عاوز اكون منتقد للناس دول، بس عاوز اقول الطريقه الكويسه، ان في ساعات لما يكون مناوله كتيره ناس كتير، فبنضطر نعمل حسابنا ان الجسد يقضي كل الناس الموجودين، فبتبقى المناوله صغيره شويه في فمهم. مره واحد زعق معايا في شغلي قال لي ايه ده، هات لي واحده كبيره. دي ما تديش فكره عن ان يعني نفسنا ان احنا نصل الى الناحيه الروحيه اللي فيها كل واحد يعرف ده احنا الذره. شوف احنا في الاخر لما بنغسل الاواني بنحترس ان ما فيش ذره تروح مننا، لان كل واحده من دول سيمبول لجسد المسيح ودم نفسه. في مره كان ابونا الله يريح نفسه ابونا بطرس الجوهري كان كاهن كنيسه عم انطونيوس، كان بيحكي لنا واحدة جت، وبعدين جت مرة كده من الصلاة وجت له في آخر القداس وادت له شيلن في إيده، قالت له شيلن ده عاوزك تقول لي كرماندو. قال له هقول لك إيه؟ قالت له كرماندو. كرماندو دي تطلع يا رب، الكرماندو دي اللي بيقول عليها. قال لي كرماندو دي إيه يا بنت؟ قال له مش أنت بتقول حاجة اسمها كرماندو على الميتين؟ أنا عندي الميت بتاعي عاوزك تقول له تقول عليه كرماندو في القداس. هتاني كرماندو دي من كلمة كيريا ما انطلقوا يعني يا رب ليحهم. فهي سمعتها كرماندو فراحت تقول له الأصل مش موجود، هي بس الفكرة العامة سمعت ان الراجل ده عنده كرماندو، ما حدش عارف كرماندو يطلع ايه، فراحت تقول. العادات دي كلها ولو انها مصدر لان احنا بنضحك عليها دلوقتي، لكن رسخها في القلب وحش ان هي ترسخ من غير معرفة. عشان كده الانجيل بيقول ايه؟ شعب يضل لعدم المعرفه. لازم الانسان يعرف حاجه الاول ويعرف اصلها ويعرف جايه منين، لو يعرف اصلها منين يستريح جدا، وحاجات كتير الانسان باله يستريح فيها وما يتعبش بينها. زي مره قلت لكم برضو ابونا ابراهيم كان مره راح الله يريح نفسه كمان، مره واحده جت قالت له انا عاوزك تقرا لي قداس بالمقلوب على فلان، تقرا لي قداس بالمقلوب. قال لا يعني يقرا لي قداس، قال لي ده اصل فلان ده عامل فينا عامله وحشه ونفسي ان ربنا ينتقم منه، فقرا لي القداس بالمقلوب. يعني المقلوب ايه؟ يعني ابتدي من ورا خالص واطلع قدام. في حاجات كثيره المفروض ان احنا نطور نفسنا فيها، ونحاول ان احنا نكون اناس نفهم الغرض، نفهم الغرض منها ونتمسك بالروح، والحجاره بتاعت الحاجات القديمه دي نفتتها عشان الكلمه تنمو، يا اما نتخلص منها. في حجر الرياء والتظاهر ان الواحد عاوز يوري نفسه ان هو رجل طيب وكل حاجه، لكن حياته الداخليه مش كويسه. دول نوعين من الاراضي اللي ربنا اداهم لنا في هذا المثل، ويمكن الوقت ما يسعناش عشان نتكلم عن الاراضي الثانيه، عاوزين بعض اسئله نجاوب عليها. فنرنم ترنيمه صغيره وبعدين
في موضوع في هذه الأيام يعني ابتدى يكتر ونبهني ليه دكتور فوزي في الأسبوع الماضي، عن إن في جماعة من البروتستانت اسمهم جماعة البورن أجين. بورن أجين يعني مولود من جديد، بيحاولوا إنهم بطريقة الأسئلة اللي يعني اللي تدهش الناس اللي سمعوها أو اللي تفاجئ الناس اللي بيسمعوها، يوروهم إنه المعمودية بتاعتهم اللي تعمدوا بها يبقى زمان ملهاش قيمة، وإنه لازم يتعمدوا تاني. فيجي للواحد من الناس يقول له انت خلصت يا أخ؟ يقول له طبعا المعمودية فيها الخلاص. يقول له لا، المعمودية فيها الخلاص، تعال نقرأ الإنجيل. يوم يقروا له الإنجيل يقول له شايف مكتوب إيه؟ آمن بالرب يسوع المسيح فتخلص، يبقى الخلاص بإيه؟ بالإيمان. يوم بعض الناس البسطة يعني الآية دي تهزهم ويحسبوا الكلام نزل صح. ما زي ما مرة كنت بكلمكم أظن المرة الفاتة أو اللي قبلها عن إنه دي حاجة من الحاجات اللي بيها الإنسان يخلص، الإيمان في العماد في التوبة في الوسائط الخلاص كل الحاجات دي ولا بعضها. إنما ساعتها كان الكلام مع هذا الرجل، كان الرجل سجان، إنه الأول يآمن وبعدين آمن أنت بربي سوف تخلص. تخلص يعني الصليب، يعني في خطوات بها تخلص. ففي ناس يقول لك لا، الإيمان كفاية، مادام آمنت بالمسيح خلاص ضمنت السماء. وعلامة كعلامة من إيمانك بالمسيح تعالى اتعمد، يبقى بورن أجين يعني تولد من جديد تاني. دي طبعا مش بس طايفة مش مضبوطة مع الإنجيل، بل خطرة أيضا، لأن معناها كذلك أن أسرار الكنيسة ملهاش قيمة. كل اللي حصل معانا من معبودية وجحد الشيطان وحضور الروح القدس والحاجات دي ملهاش قيمة عندهم أبدا، وإن الواحد بس يتكلم وخلاص. وعشان كده يقول لك أنت خلصت إمتى؟ يقول لك أنا خلصت يوم ما السيد المسيح قابلني في السنة الفلانية. في ناس يحكوا حكايات كده، تعال أقول اختبارك، إيه عملت إيه أنت يا أخي؟ يقول لك أنا في لما كان سني 25 سنة ومش عارف إيه، السيد المسيح قابلني وتبت عن خطاياي وخلصت. يقولوا هللوا يا ويطلعوا يجروا. طب وبعدين؟ واللي فات ده والعماد بتاعك زمان ده كان شكله إيه؟ الكتاب المقدس في الناحية دي صريح، السيد المسيح أدانا صراحة كاملة في إنه من لم يعتمد من الماء والروح لا يقدر أن يعاين ملكوت الله. فالكنيسة علشان من الأولاد يقدروا يدخلوا ملكوت الله ما نحرمهمش، بيدوا العماد لهؤلاء. صحيح مع العماد مفروض في إيمان، فبنخلي الإيمان ده على عاتق الأمة أو الشبين إن هو يشرح الإيمان للناس دول، لكن لا نحرم أبدا أولادنا من أنهم يدخلوا ملكوت السماوات، وإلا تبقى خطية كبيرة علينا. فيوم التوبة مش هو يوم الخلاص، في حاجة اسمها يوم التوبة، في حاجة اسمها يوم التوبة، في حاجة اسمها واحد ماشي في الخطية وبعدين ربنا يرشده بوعظة ولا حاجة ويتوب، ده اسمها توبة، ما اسموش الخلاص، ما اسموش نونان الخلاص. وحتى لما يتوب بس مش ده الخلاص بتاعه، مش ده الخلاص بتاعه، لازم يتوب ويكون له حياة طهرة مقدسة، لها حاجات له اعترافات وله انه يخلص من الخطية بتاعته. لكن إنسان يتوب فقط فد الإيمان، إذا كان واحد تاب بس فد الإيمان اللي بنقول به إنه الإنسان يخلص. فاللي يقول لكم إنكم بورنا جينا أو تعالوا اتعمدوا تاني، يقول لهم لا، إحنا فعلا خلصنا بدم المسيح، وهذا الدم استحقاقه خدناه في المعبودية لما متنا مع المسيح وقمنا مرة أخرى. أما كون حياتنا تبقى حياة توبة، فدي المفروض إن كل يوم تبقى الحياة بتاعتنا حياة توبة. هل الإنجيل يوفق على كده؟ الإنجيل بيتكلم هذا الكلام. بولس الرسول كان اسمه شاول، وكان بيضطهد كنيسة المسيح. ففي الطريق رايح لدمشق قابله المسيح بنور كبير جدا وأشرق عليه وقال له لماذا تضطهدني؟ قال له من أنا يا رب؟ قال فآمن شاول في هذه اللحظة، آمن بالمسيح. كان ممكن أن دي كفاية خالص أن شاول يخلص، لكن اللي حصل أن شاول لما ذهب إلى دمشق المسيح قال له روح لحنانيا علشان يصلي عنك، وبعدين لازم يتعمد من حنانيا، وبعد كده ابتدى يكون بولس الرسول. لو كان كلمة
الخلاص لوحدها كافية، كان إيه فائدة المعبودية؟ إيه فائدة المعبودية لو كان الإيمان بس يخلص الواحد؟ يتعمد ليه بقى؟ إحنا بنتعمد بنموت مع المسيح ونقوم معه. طب إذا كان إيماني بس يخلصني، طب إيه فائدة الأعمال؟ يبقى كلام السيد المسيح عن هذا الموضوع كلام مش مظبوط، ودي طبعا نوع من أنواع الافتراء على الكتاب المقدس. السيد المسيح يعني في كل وقت قال لهم اذهبوا إلى العالم أجمع وعبدوهم باسم الآب وعبدوهم ليه؟ من آمن خلص وبرنا أجين، يبقى يعبدوه ليه؟ من خلص خلاص. فهذه الطائفة غرضها تكسير الكنيسة، غرضها أنه ما فيش حاجة اسمها كهنوت، ما فيش حاجة اسمها أسرار، ما فيش حاجة اسمها حلول روح قدس على الناس، تكسير كل واحد يمشي على كيفه. ومنهم طلع الطائفة يقولك احنا كلنا ملوك وكهنة، كلنا لنا سلطان أن نعمل في كهنوت. في ناس سألوا بعض الرسل ماذا نعمل عشان نخلص؟ قال لهم توبوا وليعتمد كل منكم. طب وليه بقى يعتمد؟ ليه ما دام حيتوب ويخلص يعتمد ليه؟ الخلاص مش بس بالتوبة والحاجات دي، لازم المسيح وضع أيضا موضوع العماد في هذا الأمر. في جماعة يقول الخلاص يكون بالدم، والواحد لما يكون خلص يبقى خلاص تم. لا، الخلاص بالدم صحيح، وفي استحقاق هذا الدم بنعمل وبنطاوع وبنخضع لكلمات السيد المسيح اللي قال لنا ان لازم نعتمد. كرنيليوس ده مثل عجيب جدا في الانجيل. في واحد اسمه كرنيليوس كان رجل وثني، ظهرت له رؤية وآمن وحل عليهم الروح القدس لما كان بطرس عندهم وتكلموا بألسنة. صوروا وصل الحالة انهم حل عليهم الروح القدس تكلموا بألسنة. وبعدين ايه اللي حصل لما لقى بطرس الرسول ان الناس دول حل عليهم الروح القدس؟ قال ماذا يمنع الماء ان يعتمد هؤلاء ايضا؟ قال طب ما حل عليهم الروح القدس او ما خلاص خلصوا مرنا جينا هم. لا، مرنا جينا كلمة كده بيضحكوا بيها الناس، لازم يعتمدوا لان هذا هو القانون الذي وضعه الله في حياة المؤمنين. فالناس دول بيخلطوا بين الخلاص والتوبة، بين الخلاص والتوبة. الخلاص بدم المسيح، ويمشي على الخطوات اللي قالها عليها المسيح بالمعمودية اللي بنتعمد بيها واحنا صغيرين، وبعدين لما نخطي بعد كده بالتوبة اللي بنتوب بيها. فالتوبة غير الخلاص، التوبة غير الخلاص. الخلاص من الخطية الأولى يأتي تملي بالموت مع المسيح والقيام معه. وإذا كان الموضوع مجرد أن الإنسان يقول أمنت بالمسيح يبقى خلاص كل حاجة فيه اتغفرت وكل حاجة فيه راحت من غير معبودية ولا حاجة، ما كانش فيه فايدة للمعبودية ولا التدقيق في المعبودية ولا الإصرار على أنهم يعبدوا جميع الأمم باسم الآب والاب والروح القدس. فنفسي أنكم تاخدوا بالكم من الناس دول، ما تكونوش لطفة جدا مع الناس بحيث يمشوا عليكم كلام ضد الكتاب المقدس. برناجين والجماعة اللي زيهم كتير بيعتقد المعبودية دي حاجة شكلية، شكلية زي إعلان كده أنك أنت بيت مسيحي، زي واحد حط ورقة على بيته كارت على الباب بتاع البيت بتاعه ده راجل مسيح. لا، المعبودية أكتر من هذا، ميلاد جديد. ده الإنسان بيموت عن العالم، عن آدم، ويموت ويقوم مع سيد المسيح له المجد. السؤال الثاني اللي كان مقدم، هل الضمير هو صوت الله؟ في عندنا ضمير، هل الضمير هو صوت الله ولا ما هو صوت الله؟ السؤال ده الحقيقة جاوب عليه قداسة البابا في احدى محاضراته. فرق بين الضمير وصوت الله، في فرق كبير. الضمير هو صوت وضع الله في الانسان عشان يرشده للخير وللصح، لكن ساعات الانسان ما يسمعوش كويس، ساعات الانسان ما يخضعلوش، ساعات الانسان يظن حاجة تانية. لكن صوت الله أو في الإنسان يجب أن يكون صوت واضح. مثلا شاول اللي كنا بنتكلم عليه دلوقتي، كان ضميره مريحه أنه يقتل المسيحيين، مش كان قتل استفانوس؟ كان ضميره مريحه أنه يقتل المسيحيين، ضميره مريحه. هل نقدر نقول إن ده صوت الله في شاول؟ لا، مش صوت الله. ده الإحساس الداخلي اللي ربنا حطه في الإنسان لكثرة إصرار شاول على الطريقة اليهودية وعدم سماعه للأمور المسيحية ومحاولته دائما يكون ناحية الناحية اليهودية. الصوت ده
بايس معاه، تحول معاه الى انه يعتقد ان قتل المسيحيين ده صح. جاء المسيح قال كده، قال تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم انه يقدم خدمة لله. صوت ضمير بتاعه كده، لكن طبعا ده مش صوت الله في الانسان. فربنا يجعل صوته فينا واضح ويحافظ عليكم جميعا ويجعلكم في سلام. اتفضلوا الصلاة. اتفضل يا ابو نبيل. بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. نشكرك على هذا اليوم يا رب وعلى بركاته. حافظ علينا وارحمنا واغفر خطايانا ودبر امورنا واجعل سلامك دائما في قلوبنا. اجعل يا رب بركاتك تحل علينا جميعا. ارعانا بعيد رعايتك يا رب، لأننا نريد أن نسير في طريق النعمة. انزع الأحجار من قلوبنا ولا تجعلنا أن نكون طريق صلب يبعد الكلمة عن حياتنا، بل تمجد في حياة عبيدك الواقفين أمامك جميعا يا رب. ارحمنا يا رب وطهرنا وقدسنا بشفاعة القديسة طاهرة مريم وجميع قديسيك، واستجبنا عندما نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك ليأتي ملكوتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا. لا تدخلنا في تجربة يا رب، لكن اجنبنا الشرير من المسيح اسمك. محبة الله الآب ونعمة الوحيد ربنا ولنا مخلصنا يسوع المسيح وشركة موهبته